بسم الله الرحمن الرحيم. جريد 5، اهلا بيكم. النهارده يا شباب هنكمل باقي الليسن اللي احنا اخدناه. طبعا كنا بنتكلم على البلانت ستراكشر، وقلنا ان عندي كذا حاجه في البلانت، منها الروتس، اخدنا الفانكشن التو فانكشن بتاعت الروتس، واخدنا ان في عندي حاجه اسمها روت هيرز، الشعيرات الجذريه، ودي بتزود من الابزوربشن بروسيس بتاعه البلانت. خدنا الستام وقلنا الستام دي ايه الفانكشن بتاعتها، وقلنا فيها الزيلم اللي هو نسيج الخشب، واخدنا انواع الستام، الوود ستام، واخدنا كمان الابرايت ستام بتاع الفلاورز، واخدنا الكلايمب ستام زي الجرابس، واخدنا التيوبرز، تيوبرز الضرنات زي البوتيتو، واخدنا كمان حاجه اسمها رانر ستيم، هو يا جماعه اللي هو زي الجراس، بتبقى along the ground، على طول الجراوند تسمى طيب هكمل دي. طيب حاضر هكمل دي. يبقى احنا وصلنا لحد انواع الستيم، اخدنا اخر حاجه تيوبر. تيوبر دي يا شباب زي ما اتفقنا معاكم هي الساق الدرنيه، وكلمه درنيه يعني درنه، بمعنى ان في ستورد فود في هذه الستيم تسمى تيوبر. خلي بالك الستيم كده، وفي منها كمان يا جماعه وفي منها روت، بس الاول خلينا في الستيم. اخر حاجه في الستيم خدنا ليه اكستند ابوف ذا لونج اند along ذا جراوند. كلمه اكستند ابوف يعني ممتده على سطح الارض، and they called runner. كلمة runner يعني runners، بمعنى كأنها تجري كده يعني، زي متسابق كده يعني runner. دي أنواع الستيم. يبقى خدنا الأربع أو الخمس أنواع من أنواع الستيم، قلنا runners يعني ممتدة على طول الأرض، ودي حاجات كتير جدا زي حتى الجراس الأعشاب اللي هو العشب أو الحشيش بيبقى ممتدة على الأرض. ده كده بالنسبة للستم. نشوف بقى ايه موضوع الليفز. الليفز الاوراق، طبعا احنا عارفين الاوراق ديت خلاص معروفة انها هي الجزء الاهم في البلانت، وطبعا مش اهم يعني الباقي مش مهم، لا الاهم اصل هي بيتم فيها عملية البناء الضوئي او الفوتوسينثيسيس بروسيس. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الليفز ديت هي الجزء زي ما قلنا قبل كده المطبخ. عندي الروت هي المخصوصه بتاعت الابزوربشن الامتصاص، الستم مسؤوله عن ان هي قلنا بتحمل كاري ذا ريست اوف ذا بلانت، كل اجزاء البلانت بتحملها، ثم بتكون بتوصيل الووتر اند نيوترينتس من السويل تو ذا ليفز عن طريق الستم او الزيلم الموجود فيها. واخدنا انواعها، قلنا الخمس انواع اللي احنا قلناها من الستم، تمام. طيب هنقول تاني الجزء بتاع الستم. يبقى احنا دلوقتي يا جماعه اخدنا الروتس وعرفناها خلاص. الستم هي لها تو فانكشن. الفانكشن الاولى بتاعت الستم الساق، نمبر 1 ستم ترانسبورت ووتر اند نيوترينتس تو ذا ريست اوف ذا بلانت ثرو حاجة اسمها زيلم. وقلنا الزيلم ده اللي هو نسيج الخشب، وده موجود فين يا سيل؟ موجود في الستيم من عند الروتس تحت خالص، ويمتد طول الستيم لحد ما يصل إلى الليفز بتاعت البلانت. طيب يبقى أول فانكشن في الستيم هي ترانسبورت، نقل. بتنقل إيه؟ بتنقل كل ما امتص عن طريق الروت اللي هو الليفز، سوري الووتر اند نيوترينتس، عشان توصلها للليفز. يبقى الستيم ترانسبورت ووتر الميه، نيوترينتس العناصر الغذائيه، تو ذا ريست اوف ذا بلانت الى باقي اجزاء البلانت، وده عن طريق ما يعرف بزيلم او نسيج الخشب اللي احنا قلنا عباره عن فازلز انابيب رفيعه ممتده خلال الستيم. تاني فانكشن الستيم سبورتس، مدعم لمين؟ للليفز فلاورز
اوف ذا بلانت، يعني هو اللي شايل الليفز وشايل الفلاورز بتاعه البلانت، وده يعتبر فانكشن تانية لمين يا شباب؟ للستم. فانكشن تانية يعني وظيفه تانية للستم، ان هو بعد ما ينقل هو اللي شايل زي ما قلت لك قبل كده زي الباك بون. الباك بون اللي هو العمود الفقري في الانسان يعتبر هو السبورتد المدعم لجسمنا، لان هو اللي شايل كل اجزاء جسمنا. طيب يبقى كده عرفنا التو فانكشن اوف ذا ستيم. تمام، فاضل ايه بقى يا سير؟ نعرف انواع هذا الستيم. الستيم عندي انواع منها، نمبر 1 وود ستيم. وود ستيم يا جماعه بتبقى في تري ترانكس اللي هي جذع الاشجار، وتريبس اللي هي الشجيرات الصغيره. زي ما قلت لك الجذع ده ضخم جدا فبنقدر نطلع منه الوود، عشان كده بسميه وود ستيم. حتى الشربس او شريبس اللي هي الجزء الخلفي ده، شريبس اللي هي الشجيرات الصغيره ايضا تعتبر بسميها وود ستيم او ساق خشبيه. ده اول حاجه. طب تاني حاجه من انواع الستيم اللي هي ابرايت ستيم، يعني ساق ممتد الى اعلى، ودي زي كل او موست اوف فلاورز. تلاقي كل الفلاورز الساق بتاعها طالع على فوق كده شايل الازهار، تسمى ابرايت ستيم. النوع الثالث من الستيم كلايمب، وطبعا عارفين كلايمب يعني تسلق، يبقى كلايمب ستيم يعني ساق متسلقه. تمام، زي قلنا الجرابس اللي هو العنب. كمان عندي ساق تانية اكستند اندر جراوند اند زي ار كولد تيوبرز، ساق ممتده تحت الارض. انا عارف يا سير ان كل ستيم فوق الارض، لكن في ساق يا شباب بتبقى ممتده تحت الارض، ودي بتخزن فيها ان في غذاء بتاع البلانت على شكل ثمره، وهنا طبعا بقول عليها ستيم زي البوتيتو. يعني البوتيتو ديت ما هياش يا جماعه فروت، البوتيتو ما هياش ثمار، ده البوتيتو عباره عن ستيم بس حصل فيه حاجه اسمها تيوبرز او درنه، يعني اتخزن فيها الغذاء على شكل تيوبرز وقلنا عليها البوتيتو. خلي بالك احنا يا جماعه الغذاء بتاعنا مش كله عباره عن ثمار. الغذاء بتاعنا مش كله عباره عن ثمار. يعني انا اكل احيانا ايه؟ احيانا اكل الليفز بتاعت البلانت. زي مين؟ زي الملوخيه، زي مين؟ زي الخس، زي حاجات كتير جدا انا باكل الاوراق بتاعتها. في نباتات تانية اكل منها الستيم، زي مين؟ زي الشجر كان اللي هو قصب السكر، انا باكل ستيم. عندي البوتيتو تعتبر ستيم، يعني عندي حاجات انا باكل منها الستيم، وحاجات باكل منها الليفز. ايه تاني؟ في حاجات باكل منها الروت، زي مثلا البطاطا سويت بوتيتو، زي مثلا الجزر. يعني في حاجات، يعني مش شرط يا سير ان انا اكل فقط الثمار، لا، في بعض النباتات باكل منها اجزاء مختلفه، سواء ستيم سواء ليفز او سواء ستيم او ليفز او رو ليفز ليفز ستيم او روت. كمان زي ما قلنا الساق اللي هي زي الجراس بسميها فاينز. كلمه فاينز يا جماعه بمعنى اسمها بالعربي كده كرومات، كرومات فاينز زي الجرابس. تمام، عندي كمان ساق اكستند ممتده، يبقى في حاجه تحت الارض زي البوتيتو. البوتيتو عباره عن ستيم اكستند اندر ذا جراوند، اندر ذا جراوند. انما في حاجات تانية اكسنت ابوف، فوق الارض. يعني في حاجات ممتده تحت الارض زي البوتيتو، وحاجات تانية بتبقى موجوده ابوف ذا جراوند، يعني فوق الارض، فوق الارض.
ودي زي حاجه اسمها كولد رانرز. رانرز اللي هي الحاجات الممتده على الارض، وزي ما قلت لك زي مثلا الجراس الاعشاب والحاجات دي بتبقى اكستند ابوف ذا جراوند. تمام، ده انواع الروتس الستيم، انواع الستيم. تمام، نيجي بقى للليفز. الليفز الاوراق عبارة عن ايه بقى الاوراق؟ طبعا الفانكشن بتاعت الليفز معروفة كلنا عارفينها. اهم حاجة في الليفز اللي هي الفوتوسينثيسيس بروسيس. الليفز ميك فود، الليفز ميك فود، بتعمل الغذاء فور ذا بلانت، بتعمل غذاء البلانت طبعا ثرو الفوتوسينثيسيس بروسيس. يبقى عملية البناء الضوئي دي العملية اللي البلانت بيها بيقدر يعمل اتس اون فود بحاجة اسمها فوتوسينثيسيس بروسيس، يعني عملية البناء الضوئي اللي احنا قلنا العملية ديت اللي هو النبات بيعملها في وجود البيزك نيدز ووتر نيوترينتس سلايت، دي كلها محتاجها كربون دايوكسيد النبات محتاجها علشان يقدر يعمل اتس اون فود. الليفز نيد ووتر، طبعا محتاجه الميه. ده اللي هيجيبها الروت اللي احنا قلنا ابزورب الووتر والنيوترينتس. محتاج كربون دايوكسيد، ده اللي هيجيبها الليفز من حاجه اسمها ستوماتا او الثغور اللي موجوده على الليفز اللي بيمتص بيها الكربون دايوكسيد جاز. محتاج كمان السنلايت. السنلايت بقى يا شباب تعالى اقول لك الحكايه بتاعت السنلايت دي، حكايه مهمه جدا وتستدعي ان احنا نتكلم فيها. البلانت، اي بلانت، اي بلانت علشان يعمل فوتوسينثيسيس قلنا محتاج حاجات كتير منها الصن. طب ايه الصن دي بقى؟ ايه شغلتها الصن؟ او الصلايت يعني اصل الصلايت. بيعمل ايه الصلايت؟ الصلايت ده يا جماعه هو الانرجي اللي البلانت محتاجه علشان، هو الانرجي اللي البلانت محتاجه علشان الكربون دايوكسيد كومباين مع الووتر في الاخر يطلع الفود. يبقى علشان الكربون دايوكسيد يتحد مع الووتر ويطلع الفود لازم السان لايت او اللايت انرجي. طب يا سير ماشي، طب مين اللي هياخد اللايت انرجي ديت؟ قال لي الليفز اوف ذا بلانت. يبقى الليفز يا شباب هي عن طريق الاستوماتا، عن طريق الاستوماتا او الثغور بيخش الكربون دايوكسيد وريليزد الاكسجين. يبقى ده عن طريق الاستوماتا اللي موجوده على الليفز اوف ذا بلانت. طب ازاي السان لايت هيدخل؟ ازاي الليفز هتقدر تمتص السان لايت؟ قال لي ما عنديش غير حاجه واحده. ايه هي يا سير؟ ان هذه الليفز عندها ماده اسمها كلوروفيل، ماده خضراء اللي بتدي للليفز الجرين كلر. يعني الكلوروفيل دي هي السبب في ان البلانت او البلانت ليفز لونه اخضر. لونه اخضر ليه؟ علشان في حاجه اسمها كلوروفيل او بلاستيدات خضراء، حتى ساعات بيسموها ايه؟ جرين بلاستيدز. وكلمه جرين بلاستيدز يعني البلاستيدات الخضراء اللي هي النبات موجودة في الليفز بتاعت البلانت. يبقى هقول كمان مرة، الليفز بتاعت البلانت ليه لونها أخضر؟ لونها أخضر علشان عندها مادة اسمها جرين بلاستيدز أو كلوروفيل. أهو بص بص، ليفز كونتين كلوروفيل. كلوروفيل يا شباب إنها المادة الخضراء الموجودة في البلانت ليفز، المادة الخضراء الموجودة في البلانت ليفز، which gives them اللي بتدي هذه الليفز the green color. يبقى عشان اقول لك بقى
مين اللي بيخلي او بيدي الجرين كولر للبلانت او للليفز؟ تقول لي ماده الكلوروفيلا. ماده الكلوروفيلا اللي هي الماده الخضراء اللي موجوده في الليفز. طيب يا كلوروفيل انت ايه شغلتك؟ قالت والله انا اقدر اخد السلايت، اقدر اخد ضوء الشمس واحوله من ايه؟ من لايت انرجي الى كيميكال انرجي. يبقى الكلوروفيل اللي موجوده في الليفز تقدر تاخد اللايت انرجي اللي جايه من الصن وتحولها الى كيميكال انرجي تقدر تستفيد بيها في عمليه الفوتوسينثيسيس بروسيس. يبقى الفكره كلها في ان هذه الكلوروفيل او هذه البلاستيدات الخضراء جرين بلاستيدز هي التي تستطيع ابزورب السن لايت اند كونفرت وتحوله الى كيميكال انرجي، من لايت انرجي الى كيميكال انرجي. البلانت بيستخدمها في الفوتوسينثيسيس. تعال بقى نجمع الكلام ده تاني عن الليفز اوف ذا بلانت. تعال معايا كده نشوف ايه الليفز بتاعت البلانت. الليفز بتاعت البلانت فيها ايه؟ اول حاجه فيها استوماتا، وهذه الاستوماتا تقدر ابزورب الكربون دايكسيد جاز اند ريليز وتخلص لنا من الاكسجين، تطلعه عن طريق الاستوماتا. يبقى الاستوماتا هي الصغور او الفتحات الصغيره في الليفز اوف ذا بلانت، which الجازز الغازات تقدر ان اند اوت مين ان؟ الكربون دايكسيد جاز عشان الفوتوسينثيسيس. مين اللي اوت؟ الاوت الاكسجين جاز الناتج من الفوتوسينثيسيس. هذا اول حاجه في الليفز. تاني حاجه الليفز فيها حاجه اسمها جرين بلاستيدز او كلوروفيلا. كلوروفيل يا شباب ده اسمها الماده الخضراء which give the leaves of the plant the green color. هذا الكلوروفيل بيعمل ايه؟ مهم قوي اللي انا اقوله دلوقتي يا شباب، مهم جدا. can convert اللايت انرجي الى كيميكال انرجي. يبقى يقدر يحول اللايت انرجي اللي جايه من الشمس الى كيميكال انرجي، يستخدمها الليفز في عمليه الفوتوسينثيسيس بروسيس. هي دي يا جماعه الليفز. تعالى بقى نرجع تاني للكتاب. يبقى ليفز كونتين تحتوي على جرين بلاستيدز او كلوروبلاست كروفيل كلوروفيل اللي جيفز ذا بلانت، اللي بتعطي البلانت ليفز زير جرين كولر، اللي بتخلي لون الورقه اخضر هي الكلوروفيل او الماده الخضراء. هقول الحته دي تاني عشان اعتقد الصوت ما كانش واضح. تاني يبقى الليفز بتاعت البلانت تحتوي على ماده اسمها كلوروفيل، وهذه الماده مسؤوله عن الجرين كولر بتاع الليفز، وهي المسؤوله عن تحويل اللايت انرجي اللي جايه من الصن الى كيميكال انرجي يستخدمها النبات في فوتوسينثيسيس بروسيس. كلوروفيل كابتشرز، اشوف كابتشرز يعني تمسك تاخد الانرجي فروم ذا صن. الانرجي فروم ذا صن بتاخد انرجي من الصن وزي ما قلت تحولها الى ايه يا جماعه؟ الى كيميكال انرجي يقدر النبات يستخدمها في عملية الفوتوسينثيسيس بروسيس. هي دي الفكرة يا جماعة، الفكرة بتاعت ازاي البلانت بيقدر يعمل الفوتوسينثيس بروسيس عن طريق زي ما اتفقنا من شوية ان المكونات ديت يلزمها انرجي. نوت، زيلم اللي احنا قلنا عليه كاري ووتر فروم ذا روت تو ذا ستيم، بياخد الووتر من الروت للستيم، زن تو ذا ليفز للليفز،
سرو شوف بقى بيروح للليفز عن طريق ايه بقى؟ سمول او سمولر زيلم تيوبز. يبقى اللي جاي من الروت للستيم ده عباره عن زيلم عادي جدا، لكن اللي جاي من الستيم رايح للليفز سمولر اصغر سمولر زيلم تيوبز او انابيب خشبيه ضيقه جدا. الكلمات اول حاجه عندنا ابرايت سيستم، سوري ابرايت ستيم، ابرايت ستيم، ودي عباره عن قلنا الساق الراسيه ابرايت ستيم، تمام. تاني حاجه تحتها هو كلايمب ستيم، يعني ساق ساق متسلقه. فاينز او جريبس اللي هو نبات العنب، فاينز. بعد كده اكستند ممتده. بعد كده اندر جراوند تحت الارض. بعد كده تيوبرز درانات. ثم رانر يعني ممتده او جاريه. ثم كاتشر يعني يلتقط او ياخذ. كده يبقى خلصنا يا جماعه بالنسبه لي الليفز. تعال نشوف بقى the kind of leaves، انواع او اشكال الليفز. الليفز عشان تبقوا عارفين لها كذا شكل، منها narrow leaves look like needles، عامله بيسمى حتى بيسموا ايه اوراق اباريه، عامله زي needles such as pine trees، اشجار الباين او بيسمى اشجار الصنوبر، وده نوع من انواع الاشجار بتكون الاوراق بتاعتها spines او needles نيدل. النوع الثاني فلات او وايد، يبقى في نارو رفيعه، في فلات يعني مفلطحه او وايد او واسعه او عريضه يعني، ودي بتسمى ليفز، ودي معظم الاوراق اللي احنا بنشوفها، اوراق الشجر واوراق النباتات واوراق الفواكه دي كلها بتبقى من نوع الفلات او الوايد. لكن في نوع زي الباين تريز اشجار الصنوبر بيكون فيها الورق نارو ضيق او بيكون نيدل ابري، تمام. نيجي بقى للعمل اللي احنا كتير جدا 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 اتكلمنا عليها، هنقول تاني يا شباب الاوراق اللي عندي نوعين، نوع نارو يعني نوع صغير او سوري او نارو يعني ضيق او رفيع، وده يشبه النيدلز الابر تسمى أوراق إبرية، ودي زي الباين تريز أشجار الصنوبر. في نوع تاني اسمه فلات أو وايد، وده عبارة عن نوع مفلطح أو عريض، ودي قلنا معظم النباتات اللي حوالينا من هذا النوع الفلات أو الوايد. نيجي بقى الفوتوسنتسز، طبعا اللي احنا قلناه كله ده كيب يا شباب، أنواع الليفز، أنواع من أول خدنا أول حاجة الروت وايه اللي فيها والستيم وايه اللي فيها امبورتنت وانواع الستيم، واخدنا الليفز الموجود فيها وانواع الليفز. نخش بقى على عمليه الفوتوسنتسيس بروسيس، عمليه البناء الضوئي، ودي العمليه الاساسيه اللي بيقوم بيها البلانت، ودي اللي بيها بيقدر يعمل اتس اون فود، تسمى فوتوسنتسيس بروسيس نسبه الى الضوء الشمس. الفوتوسينثيس بروسيس از ا بروسيس ذات تيك، العمليه اللي النبات بياخد فيها ايه او تحدث، تيك بليس تحدث فين يا سير؟ انسايد ذا ليفز. يبقى العمليه ديت اساسها مكانها اصلها الليفز. دورينج فوتوسينثيس بروسيس، اثناء الفوتوسينثيس بروسيس، الجرين ليفز، احنا قلنا جرين ليه؟ عشان فيها حاجه اسمها كلوروفيل، ودي اللي بتدي الليفز الجرين كلر. هذه الجرين ليفز يوز ذا لايت انرجي، بتاخد اللايت انرجي بتاعت الصن فروم ذا صن تو كومباين، يعني تسمح بيها كلمه كومباين يعني تتحد، يبقى علشان تتحد او تعمل اتحاد لحاجتين للكربون دايوكسيد جاز اند ووتر اند اير. يبقى تاني عملية الفوتوسنتسيس بروسيس، العملية اللي البلانت بيها
بيقدر يعمل غذائه. ودي بتتم ازاي؟ ان عندي الجرين بلاستيدز، البلاستيدات الخضراء او سميناها كلوروفيل، الموجوده في البلانت اند جيف ذا ليفز ذا جرين كلر. بتقدر هذه الكلوروفيل ابزورب ذا سان لايت، تمتص السان لايت. تعمل بيه ايه بعد ما تمتصه؟ تعمل بيه كومبانيشن، اتحاد ما بين الكربون دايكسيد جاز، الكربون دايكسيد جاز والاير والووتر، كل دول يتحدوا مع بعض بسبب السان لايت. طبعا عشان تطلع لي حاجتين، تعالى برضو اقولها لك بطريقه تانية. يبقى عشان الليفز تشتغل، الليفز تقوم بدورها الفوتوسينتيز بروسيس، لازم عندي مجموعه من النيدز، البيزك نيدز، زي مثلا كربون دايكسيد جاز، زي مثلا الووتر، زي مثلا السان لايت. كل دول بيتحدوا مع بعض، وايضا الاير والكربون دايكسيد والووتر. الاير طبعا بالنسبه لي الكربون دايكسيد محتاجه النبات، والووتر وحتى النيوترينتس، كل ده مين اللي يخليه يتحد مع بعضه؟ السان لايت. ازاي يصير السان لايت؟ البلانت يا شباب عن طريق الكلوروفيل يمتص السان لايت ويحوله الى كيميكال انرجي. هذه الكيميكال انرجي هي اللي بتعمل اتحاد للكربون دايكسيد مع الووتر مع النيوترينتس بقوه او باثر السان لايت. نكمل يا شباب. يبقى معنى كده البلانت خلاص عمل الفوتوسينثيسيس بروسيس، عمليه البناء الضوئي. وبعد ما خلص بناء ضوئي طلع عندي حاجتين مهمين جدا. النيوترينتس يقصد بيها الغذاء، وقلنا بيكون على شكل شجر، الغذاء وبيكون على شكل شجر او ستارشز، نشا، نشويات، نشا، زي مثلا البوتيتو، البوتيتو كلها نشا. فاتس، دهون، دهون يعني مش دهن يعني زي بتاع اللحمه، لا، مواد دهنيه زي مثلا ما في ال 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 الزيتون، زيت الزيتون ده ماده دهنيه. كمان بروتينز يعني بروتينات زي موجود في الفول او البقوليات كلها. يعني عندي النيوترينتس الناتجه من عمليه الفوتوسينثيسيس بروسيس دي يا شباب ممكن تكون اكتر من صوره، ممكن تكون على شكل شجر، ممكن تكون على شكل ستارش يعني نشا، ممكن تكون على شكل فاتس دهون، ممكن تكون على شكل بروتين. كل ده يسمى نيوترينتس او عناصر غذائيه. تمام. يبقى نيوترينتس شجر ستارش فاتس بروتين، ده كله البلانت نيدز محتاجه تو ليف. يبقى النبات محتاج الحاجات دي تو ليف عشان يعيش، وطبعا تو سيرفايف. يبقى هو ده السورس بتاع الانرجي البلانت، هو ده مصدر الانرجي البلانت، هو عباره عن الشجر او الستارش او الفاتس او البروتين، دي كلها يا شباب. نيجي لتاني حاجه الاكسجين. الاكسجين اللي هو غاز الاكسجين، وده ريليزد بيخرج من الفوتوسينثيسيس. ولما يخرج للاير كل الانيمال، كل الانيمالز، كل البيبل، انما البلانت طبعا كده خايب يطلعه، بريس فروم ات، يعني كل الانيمال وكل البيبل كلها بتستخدم، كلها بتستخدم الاكسجين الناتج، الناتج من الفوتوسينثيسيس بروسيس. تمام.
يبقى ده كده اتكلمنا فيه كتير، وكل حصة تقريبا كنا بنتكلم فيه. بس النهارده قال لي ان النيوترينتس بتاعتك لها اشكال مختلفة، قد تكون شوجر سكريات، قد تكون ستارش نشويات، قد تكون فاتس دهون، قد تكون بروتين بروتينات، كلها النبات بيحتاجها علشان يحصل على انرجي وعلشان الايف، علشان يبقى حيا يبقى حيا. طيب نكمل. As the photosynthesis process is completed، أول ما تنتهي العملية بتاعة الفوتوسينثيسيس inside the leaves، there are tubes، في برضه tubes تانية، أنابيب تانية تسمى phloem. phloem اللي هي نوع من أنواع الأنابيب الخشبية، بس المرة دي بقى الأنابيب اللي بتاخد ال 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 حتى هتلاقي مكتوب عندك هنا بمعنى ايه اللحاء. الانابيب يعني اللحاء دي انابيب تانية بتاخد الناتج من الفوتوسينثيسيس بروسيس. يعني ايه يا شباب؟ يعني بتاخد الستارش، بتاخد الشجر، بتاخد الفاتس، بتاخد البروتين، والحاجات دي كلها بتاخدها وتبدأ تنقلها لباقي أجزاء البلانت. يعني هنا بعد ما الزيلم بياخد هذه المكونات ويروح يديها للليفز، بعد ما ياخد الحاجات دي ويديها للليفز، تبدأ نوع تاني من الأنابيب اسمها فلوم. فلوم اللي هي اللحاء، وهذا اللحاء بيعمل ايه؟ بينقل بقى بص ترانسبورت الفود اللي تكون food materials downward إلى أسفل from the leaves من leaves to other parts of the plant. يبقى أنا عندي دلوقتي يا شباب الستيم في نوعين من التيوبس، أول نوع اسمه الزيلم، وده نوع تاني اسمه فلوم، أو ساعات بيسموه فلوم يعني اللي هو اللحاء. تمام؟ فلوم ساعات بيسموه فلوم ده اسم اللحاء، وهذا اللحاء يشبه الزيلم. طب ايه الفرق بين الزيلم والفلوم؟ الفرق بين الاتنين ان الزيلم بياخد المواد الخام لسه الووتر والنيوترينتس يجيبها من الروس يطلعها للليفز، انما الفلوم ده بياخد الفود بعد ما تكون اللي هو مين؟ زي ما قلنا من شويه الشوجر او الستارش او الفاتس او البروتين. يبقى الفلوم بياخد هذه المكونات من الليفز ويبدا يوزعها على the rest of the plant الـ other parts بتاعة البلانت. دي القصة. يبقى أنا عندي دلوقتي الفوتوسينثيسيس بتحدث فين؟ حتى inside the leaves. الفوتوسينثيسيس لازم تحدث في الجرين ليفز. الجرين ليفز عندها حاجة اسمها كلوروفيل. شوف أنا بمشيك واحدة واحدة أهو. الكلوروفيلز يقدر ابزورب السان لايت ويحوله الى كيميكال انرجي تستخدم في الفوتوسينثيسيس بروسيس. السان لايت هو اللي بيعمل كومبانيشن اتحاد للكربون دايوكسيد للووتر نيوترينتس علشان يكون حاجتين، يكون النيوترينتس اللي هي المواد الغذائيه، ودي بتكون على اكثر من شكل، قد تكون ستارش، قد تكون شوجر، قد تكون بروتين، قد تكون فاتس. بعد ما يعملها البلانت بيبدأ نوع تاني من التيوبس فلويم. هذا النوع من التيوبس اللي بيسمى فلويم بياخد
النيوترينتس اللي اتكونت، الغذاء اللي اتكون، ويرجعوا بقى ويوزعوا على كل البارتس اوف ذا بلانت. تمام، هقول تاني الحته ديت عشان تقريبا كان في تقطيع في الصوت. يبقى الفلويم زيه زي الزيلم، الزيلم بياخد من الروتس يدي للليفز، الفلويم بياخد من الليفز يدي لكل اجزاء البلانت الفود بعد ما تكون. ويبقى كده كل حته في البلانت قدرت تاخد ما تحتاجه من الفود عن طريق الفلويم اللي بياخد هذه المكونات يوزعها على البلانت. يبقى خلي بالك عندك نوعين من التيوبز، نوع اسمه زيلم بياخد من الروتس يودي الليفز، ونوع اسمه فلويم بياخد من الليفز يوزع على كل اجزاء البلانت الغذاء اللي اتكون. Give reason the life on earth without plant would be impossible. هتبقى مستحيلة طبعا، طبعا مستحيلة. البلانت يا شباب هو حاجتين، البلانت هو السورس بتاع حاجتين، مصدر حاجتين مهمين، الاكسجين اللي مفيش اي ليفنج اورجانيزم يقدر يستغنى عنه، اللي هو الاكسجين الناتج من الفوتوسينثيسيس بروسيس. تاني حاجة الفود اللي هو اصل الحياة على الارض واصل الانرجي. برضو النبات قال لك because during photosynthesis process plant produce oxygen gas that the animal and the people need to breathe، بيحتاجوه عشان يتنفسوا. طيب الحتة ديت اللي هي الكويتشن ده يا جماعة، نارو نيدل باين تريز امبيسيبل فلات وايد ستارشز فاتس بريس فلويم،